بعيداً عن كورونا وكل ما يتعلق بها من إجراءات، جاء إعلان الحكومة بعودة خدمة العلم من جديد، خدمة إلزامية للشباب ما بين عمر 25 و29 عاماً. مكافحة الفقر والبطالة عنوان لهذه العودة التي تقدر مدة الخدمة فيها ب12 شهراً. إلى موضوع تمكين الشباب الأهمية القصوى من خلال برامج ومشاريع من شأنها تعزيز دور الشباب وصقل مهاراتهم. إن هذا المشروع يعتبر بداية جديدة لتطوير وتأهيل الشباب الأردني لينخرطوا في معترك الحياة متسلحين بالعزيمة والإصرار ومهارات وتدريبات تمكنهم من رسم مستقبل مشرق لهم ولوطنهم. اتفاقية حكومية عسكرية تلزم الشباب في أول 3 شهور بالمسار العسكري، أما باقي المدة فسيقضون فيها خدمتهم لرفع مهاراتهم استعداداً لدخول سوق العمل، سوق رأى البعض أنه لم يتسع أصلاً لحملة الشهادات الجامعية، أما البعض فوجد فسحة أمل في هذا القرار. خدمة منيحة يعني، لأنه الوضع حالياً مش بزيادة، خصوصاً أغلب الشباب حالياً كلهم عمال مياومة وهيك. ما بعتقد إلى حد ما شاب درس في الجامعة 4 سنوات تخصص معين راح تفيده هاي المهن بمجال عمله أو تخفف من بطالته المستقبلية أو تكافؤ الفرص وتنافسيته في سوق العمل. 5000 شاب وشابة سينضمون هذا العام لخدمة العلم وسط خطة حكومية لتحريك عجلة الاقتصاد التي تعرقلت طويلاً بسبب أزمة كورونا وما نتج عنها من بطالة وفقدان الآلاف لوظائفهم. سهى جميل، الحدث، عمان.